متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم. الرابطة الوطنية للمواطنة تقدمت في عمالة مقاطعة مولاي رشيد بواحد الطلب من أجل مناقشة المشاكل الكبرى التي تستعرفها مقاطعة مولاي رشيد مدينة الدار البيضاء، ولكن كما تقول الرئيس ديالها السي الحسن المطروف لم يتم الاستجابة لهذا الطلب. هذا خلال هذه الحلقة هذه سنناقش هذه القضية دي، ونناقش أيضا المشاكل الكبرى التي تتعرفها هذه المقاطعة وعلاش ما قدرش تخرج من كما تنقولوا من عباءة الماضي. من أجل مناقشة هذه القضية دي نستضيف السي الحسن المطروف رئيس الرابطة الوطنية للمواطنة. شي الحسن مرحبا بك. تشرفي عزيزي، شكرا. الرابطة الوطنية للمواطنة تقدمت بطلب لرئيس المقاطعة مولاي رشيد السي محمد الجبيل من أجل مناقشة القضايا الكبرى التي تعرفها هذه المقاطعة، ولكن تقولوا بأنه لم يتم الاستجابة لهذا الطلب هذه. أولا شنو القضايا الكبرى اللي أنتم باغي تناقشوا في هذه المقاطعة هذه؟ بالفعل شكرا. احنا حطينا ملف، حطينا طلب ديال ايام دراسيه، لان هو قلنا احنا ما نظرا لواحد التراكمات ديال المشاكل اللي كتعرفها مقاطعه مولاي رشيد وبالاخص عماله مقاطعه مولاي رشيد، هي تتجلى في البنيه التحتيه، الانتشار العشوائي لحد الساعه لا زال، المجلس لا يقوم بشيء لما منذ الظاهر تأسيس ديال الجامعة ديال مولاي رشيد اللي هو 92، وهاد المنطقة ما عرفتش واحد النهوض اللهم إلا في المضاربات العقارية. جل المساحات الخضراء المخصصة كمتنفس للساكنة تم بناؤها إقامات وما بقاتش فيها واحد الشبر خاوي دار في بعض الفضاءات الاجتماعيه. كنلقاو الشباب ما عندهمش فضاءات النشاط ديالهم او التكوين ديالهم او التعطير ديالهم. قبل نوصلوا للمحاور الكبرى تاع اللقاء، اشنو الحوايج اللي خلاتكم يعني تفكروا في تنظيم طلب التنظيم بحال الايام الدراسيه حول هذه القضايا هذه؟ هذه ماشي اول مره اللي كنديروا هذا الشيء، حنا سبق لنا درنا مائده مستديره حول الخطاب السامي ديال صاحب الجلاله في 2014 حول الدار البيضاء. والدار البيضاء، حول الدار البيضاء مدينة المتناقضات التي حبى صاحب الجلالة بهذيك الالتفاتة في قبة البرلمان. قلنا صدرنا بيان، رفعنا التوصيات، درنا واحد المجموعة ديال سميتو، ما تمش استجابة للطلب ديالنا ولا التوجه اللي بغينا نشتغلوا فيه. ثانيا كنلقاو حنا وقت ما كنقولوا لهم اودي راه هاد المساله راه خاصها تصاوب ولا خاصها تخدم، الا وهما كيركبهم العناد وما كيتجبروا علينا وما كيبغيوش ينزلوا معنا لارضيه الواقع. حنا كنلقاو دابا بواحد المجموعه ديال الجمعيات اللي هي كتقدم برنامج ديالها نشاط ترفيهي كيتقبل. حنا قدمنا برنامج يعني ديال الايام دراسيه، لانه حنا واش ما تمش التفاعل معاكم؟ ما كاينش تفاعل مع ما واش شنو المحاور الكبرى اللي باغي تناقشوا نتوما في هذه هي مدار البنيه التحتيه بالمشاكل تاع الشباب، شنو الملفات الاخرى اللي باغي تناقشوا؟ كاين ملف ديال الصحه، كاين ملف ديال التعليم، كاين ملف ديال الشبيبه والرياضه، كاين ملف بالنسبه للامن، واحد مجموعه ديال المشاكل ديال المحاور حطيناها من الاساس اننا باش نتناقشوهم ونشوفوا الحل اشنو هو. البعض تيقول بان الطرح تاع المشاكل كلشي تيعرف المشاكل الكبرى اللي تتعرفها مقاطعه مولاي رشيد، اللي خاص الان هو الحلول لهذه المشاكل هذا، اما على مستوى التجسيد راه كلشي عارف المشاكل اللي تتعرف هذه المقاطعه. بالفعل بالفعل هذا هو مربط الفرس اللي بغينا احنا. بغينا هذا المشكل هذا نناقشوه على الحلول ديالو الجذريه باش نحلوا المشاكل. حنا دابا من منطقه مولاي رشيد صبحت هي النقطه السوداء على مستوى وطن، معروفه وطنيا واللي صبحت معروفه تدوليا. يمكنش كتقول منطقه مولاي رشيد وكيقول لك راه منطقه مولاي رشيد سميتو الناس الساكنه ساكن لينا وما لقاو عليها لين غادي يتم الترحيل ديالهم يمشيو شي بلاصه اخرى. الناس اللي بغاو يجيو تما كاين ما كيلقاوش، ما قدش يجي يسكن تماك نظرا لوليداتو وخوف على وليداتو، وهذه مشكله.
ولكن بعض المرات تتخذ بعض المبادرات ولا بعض تتبغي السلطات تاخذ شي مبادرات، مثلا بحال القرار اللي خدته الان قبل اشهر عمده مدينه الدار البيضاء التي تتعلق يعني منع الدواب ومنع هذاك الشيء. ناضوا الجمعيات في مولاي رشيد انت في الثوب قلتوا لا 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 القرار ما خصوش يطبق، علاش يعني؟ على اول حاجه بالنسبه للدواب عندنا احنا في منطقه مولاي رشيد، مولاي رشيد لا تعتبر انها حضاريه. علاش ماشي حضاريه داخل لانه هو هذا المشكل اللي كاين عندنا حنا دابا ديال الدواب وهذا الشيء ديال العشوائيه وواحد البلعه ديال المشاكل. حتى من بالنسبه لمول الطاكسي من كتركب معاه كتقول يديني كيقول لك عدي نحط لك عند العياني ورجع ما يزيدش بك القدام، بالليل ما تلقاش من سميتو. دابا انا دابا جاي دابا للاستوديو عندكم وما لقيتش فاش نركب باش نجي هنا، لانه من كتلقى تماك طاكسي حمار ولا شي حاجه ما يهودكش هنايا، ولا لقيتي البيض خاصو كيبقى يتشرط عليك يحطك فين بغا هو، ما كاينش هذا مشكل. هذا ثاني حاجه، انا الا كنا حنا غنتكلموا على الدواب اللي كاينه في منطقه مولاي رشيد خصنا نقسموا مولاي رشيد الى جوج مناطق. جوج مناطق حنا الا تكلمتي على مولاي رشيد من برنازيل لحي السدري حبستي، هذه هذا منطقه اخرى فيها موظفين فيها كذا. هذه الى شديتي من مجموعه واحد مولاي رشيد وطلعت جريت هذيك هذاك الشيء كل شيء طلعت حتى الفوق كله عالم اخر. عالم اخر لانه علاش؟ لانه هذوك الناس كيحسوا بالحقره، لانه ما تعطاتهمش واحد الالتفاته، يحس بواحد الحقره، يحس بان راسهم بان محقورين محقور داخل الوطن ديالو وداخل المنطقه اللي كيسكن فيها. لان علاش؟ لانه ما عطاهمش حقهم. حنا كنلقاو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تصرفات، ما كاينش عندنا الآثار ديالها في مولاي رشيد، ما كاينش، لا أسواق نموذجية، لا 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 مرافق ترفيهية، لا والو. كنلقاو موظفين في العمالة كيشدوا فلوس المبادرة كيعطيوها لعائلاتهم وكيديروا لهم مشاريع بها وصافي. وما تشوف كيف رجع قضيه الدواء، ما تشوفش بان الا تحاربت الظاهره في عمليه مقاطعه مولاي رشيد غادي تخفف هذيك المظاهر البداوه في هذيك المنطقه هذه، ولا ان الناس يعتمدوا عليها في التنقلات ديالهم وفي الحركيه ديالهم؟ راه دابا الا جينا حنا غنحاربوا في مولاي رشيد بديره طيبه مزيانه للحي ديالنا والجماليه المظهر ولكن ما عندناش الدواب. راه كاين واحد العائلات اللي هي هذيك هو الوسيله اكتساب الرزق ديالو، لان ملي غنقولوا للدواب نقولوا سميتو غنقلبوا نلقاو البائع المتجول كيعمر الخضيره ديالو تما كيخرج يدور بها على الحياه وسيله التنقل تاع هذوك الناس. كنجيو عاوتاني مساله التنقل، مساله التنقل كنلقاو هاد 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 الكراول، يعني راه دابا الكرارس والكراول، دابا هاد الكراول كنلقاوهم انهما كيوفروا وسائل النقل للساكنه. الا جيتي دابا في الصباح مع ديك 6 الصباح كتلقى كلشي الناس كتركب في هذيك الكرويله باش كتجيب الحي الفلاح. عاده باش كيتم يركب في طاكسي، يركب في طاكسي ولا يركب في طوبيس، لانه ما كاينش اللي غادي يديه مثلا من حي الفلاح حتى الهراويين ومنطقه الهراوي، راه حديت ولا حرج، راه مساحه قداش هي، ما كاينش اللي غادي يوصلوا تماك. في العشيه عاوتاني مع 6 وداك الشيء كتلقى الناس كلشي كيعرف راسو بان راه معرض، هذاك اللي راكب انه راه معرض راسو للخطر، لان الكرويله ولات هازه 11 بلاصه. ولكن خصو يوصل، خصو يوصل عند وليداتو. وفي الصباح كذلك وكذا الناس كتغامر بحياتها فاش كتركب في الكرويله، لانه الدور ديال السلطه المحليه، انا احمل المسؤوليه السلطه المحليه اللي هي السلطه الوصيه ماشي السلطه المنتخبه، السلطه الوصيه على راسهم السيد العامل والسيد الوالي، لانه هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديال هذا الشيء. انا ساهل باش غنخرج واحد القرار وغنقول هذاك خاصني نحيد لي هذيك ونسميتو، ولكن من بعد انا حيدت لي من بعد هذاك السيد اللي غادي يركب
باش يمشي للعمل ديالو باش غادي يركب. دابا هما تيقول لك ان ما كاين هذا المشروع تاع الترامواي الخط الثالث تما كاين الخط الرابع يقدر يخفف شويه المشاكل تاع التنقل على مستوى ديك المنطقه هذه. راه دابا حنا دابا كنقولوا ها هو الترامواي غادي يخفف لينا المنطقه كما قال لنا وهذه جماليه وهذه الى اخره، ولكن واش هما فكروا من الناحيه الاجتماعيه من ناحيه هذيك العائله؟ راهو كما كيقولوا بعض الفلاسفه كيقولوا العلم شر في بعض المرات كيكون شر. يعني خاص ضروري تفكر البديل لتكون ناس خاصك تفكر البديل. من دابا انا قبل ما غنصدر هذا القرار باش شاد البيرو المكيف هذه المدخول ديالي راه داخل تشد هذاك الشيء الله يعاونهم. عندنا سوق حنا بدا يمشي وموضوعنا دابا، ولكن هذاك السيد اللي هو مسكين عنده واحد الكمشه ديال الدراري وكيتلقاه كلشي كينعس في بيت واحد، والله العظيم يا كاينين عائلات اللي كنعرفهم حنا تماك عندهم بيت براكه فيها بيت واحد وقدامها تسطيوين هكا وعايشين فيها عشرات النفوس. كنت انا كنتعجب كنقول كيفاش هاد العائله كيفاش عايشه. راه حتى بالنسبه في مناسبه هاد الاحصاء السكن حنا كنقولوا للمواطن كنقول لك خاصك تمشي تسجل باش الدولة تعرفك بان انت كاين ولا ما كاينش. السجل الموحد هذاك السجل الموحد. السجل الموحد. باش تعرفك انت واش كاين ولا ما كاينش، واش كتاكل واش كتشرب واش كتعيش. باش نوقفوا على شي حوايج. اذا بالنسبة لك انت المشاكل اللي تتعرف هذه المقاطعات مولاي رشيد التدخل خاصك تكون تدخل جميع الجهات ماشي غير جهة واحدة ماشي غير المنتخبين ولا السلطة، خاصك يكون تضافر وجود تاع جميع الجهات. بالفعل بالفعل، لأن هو دابا ماشي هذا مشكل ديال المنتخب بوحده ولا ديال هذا، بالعكس، ولكن للأسف لأنه هو المنتخبين ما كيرفعوش التقارير للجهات المسؤولة يعني السلطة المحلية، يرفعوا له واحد التقرير ويقول له ودي ها انت راه حنا دابا راه كاين عندنا مشكل كاين عندنا معاناه ها هو. وما معنى انني انا نكون وما نبلغش واحد المشكل باش يوصل. هذا هو الدور ديالي. هذا هو الدور ديالي انا. ماشي الدور ديالي باش نمشي نرغم السلطه ونرغم كل شيء على صحه على دير هذه لا. البرلمانيه تاع المنطقه تا هما هذا هو الدور ديالهم. لا لا البرلمانيه ولا دابا البرلمانيه ديال المنطقه ما كتشوفيش. راه حتى في قبة البرلمان كان كيمشي يجي يطرح حتى نقطة ديال التساؤل على شي على شي حاجة يجيبها لينا حنايا، وكتعرف بأن هو البرلماني مسؤولية ديالو مسؤولية وطنية يناقش ملفات وطنية. أنا كنتكلموا على الناس ديال الشأن المحلي المجالس اللي عندنا ومجلس الجهة ومجلس العمالة اللي خاصهم يقوموا بهذا الدور هذا. سي حسن شكرا جزيلا على قبول الدعوة، ومتتبعي قناة فاس بريس إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.